يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نويت الحج عن والدي إن شاء الله، فكيف أنوي عنه عند الإحرام؟ نعم. يقول نويت الحج عن والدي إن شاء الله، فكيف أنوي عند الإحرام؟ وكيف الدعاء يكون في الحج؟ هل يكون دعاء لي أو أخصه فقط بالدعاء؟ عند الإحرام تنوي أن الإحرام عن والدك بالقلب، تنوي بالقلب، وإذا لبيت قلت لبيك اللهم عن والدي فلان فحسن لا بأس. وأما الدعاء فمشترك، تدعو لنفسك وتدعو لوالدك وتدعو للمسلمين. نعم.